ودي زراعة جديدة عمر يوم واحد لأشجار الأربوسانة زيتون عالي الكثافة على الشدة السلكية المجهز للحصاد الآلي، وكان المفروض إن هو يتزرع بالبلانتر آلي، وده برضو الواير الحديد اهو لسه هيجي السندات الخشبية أو البوص اللي بتتربط فيه الشتلة عشان تتربى رأسيا على قائد وسطي واحد. يجي ينقل الواير بتاعه يرفع من فوق. انت بتزرع على كم متر يا باشمهندس ابو تواب؟ الزراعه هنا 4 في متر ونص. متر ونص بالظبط. الفدان فيه 700 عود. يعني لو قسنا كده المتر معاك، شوف لي كده بالظبط. لا بالسنت. نسبه الانحراف قد ايه؟ لا ان شاء الله هيبقى بالسنت. مفيش ها؟ متر 50. متر 50 بالظبط. متر 50 في 4. البص هنا هيتشد امتى؟ بكره؟ النهارده ان شاء الله هنركب الحشو، وبكره نشتغل في السندات البوص على طول. المرحلة دي قد ايه كم فدان؟ المرحلة اللي هتبقى قبل العيد 5 حوش، يعني 100 فدان. 100 فدان، ولكن اجمالي المرحلة ديت 400 فدان. اللي هي بس انت بتقول فيه 30,000 عود هينزلوا. 30,000 عود هنكملهم هنكملهم 120,000. عشان نكمل. انما اللي احنا بنزرعه ده قبل العيد 30,000. اللي هيتزرع قبل العود قبل العيد. فدان ب 120,000. اللي هو الفدان فيه كم؟ فدان مش فيه 700 شجرة؟ 700 شجرة. فدان ب 70,000. 70,000. 5 بلوكات اللي هتزرعه قبل العيد. ودي شجرة الأربوسانة يا باشمهندس محمد. دي شجرة الأربوسانة. هي برضو من مميزاتها في محدودية النمو الخضري. هي شجرة بطيئة جدا في النمو الخضري ومحدودة في النمو الخضري. ودي ميزة في عالي الكثافة. دي ميزة قوي جدا في عالي الكثافة. الشجرة مش بتهيج مني، مش بتعمل قرش كبير، بتبقى قابلة للحصاد الآلي بالأوفر هارفست، ومبتاخدش جرين كفر كبير. ان احنا ممكن يعني نتكلم في انه بيستهلك حاجات دي. ايه رأيك في الشائعة اللي بتقول انه الشائعة السلبية الموجهة للزيتون عالي الكثافة انه بيستهلك كتير واستعمار جديد؟ احنا هنا شغالين دي امبارح. دي لسه هتحط لها طبعا السناده. شوف ميزه الشتله لما تكون طالعه على عود واحد متربيه على عود واحد. مش احنا لما نروح مشتل زيتون نجيب كده حاجه شتله في 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 قصص في كيس قد المقطف ونبقى فرحانين. المواصفه دي مواصفه ايديال ان احنا نشتغلها سمارت تري. سمارت تري. نشتغلها سمارت تري. ممكن تمشي سمارت تري بدون الشده السلكيه، بدون نظام الوايرنج، مجرد سناده خشبيه تمشي مع نفسها. وطالما عندي مشتل بينت كده بالمواصفه دي اقدر استغنى تماما عن تكاليف ضخمه في الانشاءات في البدايه. بس يا ترى المشتل ده ممكن يغطي الطلب على السوق المصريه، خاصه في الاتجاه الزايد ناحيه زيتون الزيت وزيتون عالي الكثافه؟ طالما الشغل بعلم، طالما الشغل بعلم بيقدر يشتغل اكتر من دوره في السنه. احنا متعودين على شغل دوره. انت زرت المشتل ده؟ حتى الان ما زرتوش. زرته يا باشمهندس ابو تواب؟ دخلت ولفيت فيه من جوه وشفت الشغل بتاعه. امكانياته كويسه يعني؟ ما شاء الله حاجه عالميه يا طارق. والله ما شاء الله يغطي الطلب. يعني لو مصر مثلا اتجهت اتقلبت لزراعه اشجار الزيتون، ان هو عنده النهارده ما شاء الله بيحصل 2 مليون شتله. المرحله الجديده. ايوه لا بامانه شغل احترافي بامانه. عود ده معهد امراض النبات اللي جاء ولا مين؟ ولا لجنه من الحجر الزراعي؟ لا ده اعتماد التاوي.
الإدارة المركزية للفحص واعتماد التقاوي. صح كده. رقم الرسالة دكتور أحمد عظام. بأمانة؟ بأمانة. لا شغل شغل بروفيشنال خالص. يعني اتحملت يوم الثلاثاء، اعتمدت وحط لها التيكت ده يوم الاربع، اتنقلت هنا الخميس، اشتغلنا فيها الخميس جزء، والنهارده الجمعه من كام؟ يعني شوف اديني وزن الشتله قد ايه كده. وزن الشتله لا يتخطى ال 100 جرام. 100 جرام لا 200 و ده 200 جرام؟ ده معناها ايه يعني؟ لا بس كانت رويانه بقى اول ما وزنتها كانت. لا دلوقتي ده معناه ان الكيس ده ايه يا باشمهندس محمد؟ بيبر بوت. بيبر بوت ده بينزل ده اللي هو زيت التحلل في التربه. زيت التحلل في التربه، وهو ده اللي قابل ان هو يزرع بالبلانتر. الخليط بقى بتاع التربه ايه في الكيس؟ ده عباره عن بيتموس مع كوكو بيت. على اساس انه يضمن انها خاليه من اي امراض. اهو اعتماد وزاره الزراعه. اعتماد وزاره الزراعه بنتكلم في الاداره المركزيه، حاجه خاليه تماما من اي تربه طبيعيه. تربه كلها بيتموس وكوكوبيت. والمشتل ده حاليا موجود في مصر مش كده؟ موجود في مصر. رابع يوم للشتله كده في الكرتونه. رابع يوم للشتله في الكرتونه. لا ما شاء الله الورقه بتتكلم. بتتكلم يعني شتله متربيه على ساق واحد مش كده؟ ايوه على ساق واحد طول الصنف ده. ايه بشون سبتوب كله ده؟ دي كلها اصناف اربوسان. كلها اربوسان. الاربوسانه ميزتها ايه في زراعه السوبر دينستي يا بشون محمد؟ الاربوسانه صنف اكثرهم اكثر اصناف السوبر هاي دينستي تاخر، متاخر جدا في الحصاد، ما بيسقطش بالبلدي يعني ما بيسقطش، بوصل بيه لغايه منتصف يناير بدون مشاكل، يكون اعلى نسبه زيت كمان بسبب ان هو بيدخل معانا في البرد، فبيقدر بيكون نسبة زيت بكل أريحية، مبقاش نهاري، مبقاش في صراع. الأوليك أسيد في زيته عامل إيه؟ الأوليك أسيد في زيته داخل المواصفة، داخل مواصفة مجلس العالم، مجلس الدولة الإكسترا فيرجن. صفات الحسية بتاعته مرتفعة جدا، صنف ممتاز في إنتاج الزيت، بس كصفات كجودة ككم يعني من الثلاث جهات دول صنف ممتاز جدا. يعني وضمنت اخيره انك بتضمن للغيط عندك انك تستثمر آلة الحصاد اطول فتره ممكنه من السنه بالظبط كده، لغايه لما اكون لميت الصنفين الاولانيين، الاربوكينا في الاول ثم يلي الكوروناكي، وده ما بيجيبليش اي ازعاج بسبب حته التسقيط او ان هو دخل في النضج الزائد او التسقيط والكلام ده كله، مفيش عندي المشاكل دي خالص. إذن صنف ممتاز في زراعة الزيت في السوبر دينستا أو العالي الكثافة. صنف ممتاز جدا، وبنريكومند إن احنا نوصل 50% من الحقل، من حقل السوبر هاي دينستا. طب ميزة إنك يبقى عندك مشتل بالمواصفات دي في مصر بيقلل علينا بقى إن احنا نطلع نستورد، إن احنا نبعت لجان من الحقل الزراعي، هات التكنيكال فايل بتاع الدولة اللي أنت بتشتغل فيها، افتح منشأ مش كده؟ خلاص احنا القصص المزعجة اللي مرينا بيها في السنين اللي فاتت انتهت. اصبح عندنا الاصول بتاعتنا، واصبح عندنا الانتاج المحلي، والقصص المزعجة اللي مرينا بيها من الخوف من الزيليلا، من الفزاعة اللي كانت موجودة. من الاجراءات اللي كانت صعبة، من الاجراءات الصعبة في الحجر الزراعي اللي كانت اضرت بكثير من الشتلات اللي جاية من الخارج. مش عايز اقول اجراءات صعبه، هي اجراءات وقائيه لحمايه الدوله من اي افه مش موجوده. كانت يعني كانت بتؤدي في الاخر لخسائر فادحه. الشتله عبال ما كانت بتطلع من الحجر الزراعي كان بيبقى فيه نسبه فقد ضخمه جدا، تخزين في الموانئ سواء مطارات او موانئ بريه او الاخر الحين الافراج. يعني عندي شتله مؤقلمه لا وانا شايف الشتله، يعني انت عارف المشتل ده للامانه بدون ما اعرفه، يعني الشتله في كرتونه، العامل بيشيل الكرتونه على ايده زي البيبي كده اللي طالع من الحضانه. ايوه لان تمام ممكن تتزرع بلانتر فعلا. هي 100 جرام هي هي وزنها 100 جرام. هي بتقول انها ما تزيدش عن 100 جرام، يعني انا لو حطيت 10 شتلات من دول يدوب كيلو يدوب يجي كيلو. الكيلو بقى هي وزن الشتله اللي بتنتج هنا بالطمي والرمل، بتنتج بالطمي مع اعفان بقى ونيماتوده والله اعلم. يعني بالظبط بيكون دايما بدون دايما من وراها الكلام. ودي كانت قصتنا مع الزيتون عالي الكثافة في صحراء وادي النطرون في بطن الصحراء الغربية في الوادي الفاضي، مزرعة الهاشمية، الشركة الهاشمية لاستصلاح واستزراع الأراضي. وكان معكم محمود البرغوثي والمهندس محمد نحاس والمهندس عبد التواب.
رئيس قطاع الزيتون في الشركة الهاشمية وقناة الأرض، ونشوفكم في فيديوهات مقبلة على خير.